بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. طلاب صف خامس، النهاردة إن شاء الله ده جزء من المراجعة نتكلم فيه عن فعل انزجاب. Read the text and choose the right word to fill in the gaps. Write A, B or C in each gap. مهم جدا يا أولاد نعلم بالقلم على نهاية الجملة، يعني الجملة كل جملة تبقى مستقلة عشان اعرف اركز واعرف اختار، واختار بناء على حاجة انا اشتغلت عليها. This the mushroom house. انتهت الجملة الاولى، في فول ستوب. انتهت الجملة الاولى، اقدر انزل عندي am is are واللي هو رايت الحرف بس، يبقى انا هكتب هنا be. This is، شكرا. It is of wood, mud and stone. ننزل تحت هنلاقي made. made of، مصنوع من. it space very large windows. it هتاخد have ولا has؟ ناخد has يا ولاد، سيبنا من هاد، هاد ده ماضي خالص. it has، الاجابة b. very large windows space let in natural sunlight. let انا عندي فيرب اهو، تمام يا اولاد، في رقم اربعة. مين بقى في اربعة؟ نمبر فور. فور ولا اند ولا تو؟ انا بالقلم اهو بفكر مين في الاربعة التلاتة دول يجي بعدها الفيرب في الانفينيتيف، يبقى تو يا اولاد. الاجابة سي. The house is energy efficient because it has got، علشان طبعا اول ما نقول energy efficient على طول انت بتروح على solar panels، على طول حافظينها يا اولاد. On the roof. يبقى الإجابة A. To provide energy for lighting, the roof has got small roof garden. Space number 6. Growing vegetables. بص يا ولد كده، علموا بالقلم على growing، تمام؟ فيها ing. أنا عندي because عايزة جملة كاملة مش ing، وor عايزة جملة كاملة، يبقى for أحد حروف الجر وبيجي بعدها verb plus ing. الإجابة 4. The water is from underground. You can، بعد كان يأتي infinitive، مش أهو كان أهي. شفت يا أولاد أنا بفكر إزاي؟ كان the well in the picture. C، الإجابة C. letter A. بيقول لي هو أكمل. طبعا يا أولاد unit 1 طبعا لن تبقى موجودة في الامتحان لأن هي بداية المنهج. Number 1. Read and complete. The eco house is made of. مجهزين يا أولاد مواد خام؟ يلا بينا. wood كما stone and glass. مسموح لي أستخدم and مرة واحدة بس. Again. The eco house is made of wood, stone and glass. It has got به، اكتب ايه؟ اي حاجة في الايكو هاوس، غرف، لا مطابق، حمامات، اكتب اللي انت عايز تكتبه. لارج ويندوز كوما سولار بانيلز كوما تو كيتشنز كوما ثري باث رومز كوما اند اروف جاردن. I like it because، بيت انت اخترته الفيفرت بتاعك المفضل، بتقول I like it because، بتحبه ليه؟ بعد because تكتب جملة كاملة. It's، I like it because it's very modern and comfortable. comfortable مريح. اللي عايز يكتب لارج، اللي عايز يكتب اي صفات يا ولاد، المهم انك انت تكمل بعد بيكوز. انا كتبت it's very modern and comfortable. نروح الفقرة التانية. كل الفقرات دي يا ولاد في كتاب المدرسة، وانا في الجزء التاني في المراجعة هنزل الفقرات دي في كتاب المدرسة وحللهم بالقلم بتاعي كمان. In 2006 the Emirati government started building the world's، شايفين يا اولاد دي ذا دي اللي هيبقى لها الدور الكبير.
ايكو سيتي اند نيمد ات مصدر. في ذا هنا يبقى انا عايز الدرجه الثالثه لارجست، ذا لارجست اكبر ايكو سيتي، يبقى الاجابه بي ذا سيتي نقط سولار بانلز تو باور ذا هول كوميونتي. بتعلموا بالقلم مكان ما انا وقفت. ذا سيتي يعني ات، اي اسم مفرد لازم يا اولاد هزود على الفعل اس المفرد يوزز، ركزوا، نزود اس مع هي وشي وات واي اسم مفرد. نبدا جمله ثلاثه ذا ديزاين اند لاي اوت اوف ذا بيلدينجز اند وولز كيب ذا سيتي ماتش كولر سو very little electricity is used to. بعد تو ياتي المصدر ذا بيلدينجز كول، بنعمل دايره على تو يا اولاد. يلا في الانفينيتيف، الانفينيتيف بدون اضافات، مفيش اي ان جي مفيش اس، الاجابه كيب. فيزيتورز بدايه اربعه معلمين بالقلم، فيزيتورز الزائرون تو مصدر ماست ليف كارز and use electric driverless vehicles while in the city. اوكي شايفين فيزيتورز يا اولاد بدايه الجمله، يتركون ايه سياراتهم، انا عايز سياراتهم، هم الزوار اور لا ده احنا يور ده انت، يبقى هم ذير يا اولاد، الاجابه سي. فين بدايه خمسه يا اولاد، ستودنت ار كارنتلي الطلاب حاليا ذا اونلي ريزيدنت، هم المقيمين بس، هم الساكنين هنا. اولزو ذير بلانز، نعمل دايره على بلانز يا اولاد عشان انا هفكر اذا كانت مفرد ولا جمع، يبقى لا جمع يا مستر. ار بلانز تو بيلد مور هومز اند ايفن ان شاء الله اسكول ذا فيوتشر. ايه الكلمه اللي انا ايه عارف الجر اللي مسموح لي استخدمه قبل فيوتشر، ذا فيوتشر ان ذا فيوتشر يا اولاد في المستقبل. النهارده معانا اربع فقرات يا اولاد، من اهم الفقرات يلا. ماي براذر از كريزي، اخويا طايش، اخويا متهور. فور اكزامبل لاست ويك، اهو لاست ويك هي كلمة السر الباسورد بتاع الجملة، بنحط خط تحت لاست ويك. لاست ويك هي تو اونلي ايت هيلثي فود، ديسايدد قرر يا اولاد ماضي ياكل طعام صحي. زين اي سو هيم درينكينج تو سبيس كولا، اهو ايه الكلمة اللي هتمشي معانا هنا مع كولا، بوتلز اوف زجاجتين ازازتين كولا اند ايتينج ا اوف ستروبري سويتس، هياكل ايه ا يعني واحد، ما هو ا دي بقى لازم تبقى بعدها مفرد، ما ينفعش باكيتس، يبقى ايه باكيت واحد يا اولاد ا باكيت، الاجابه بي. از ذات ان هيلسي، از ذات ا ليتل ان هيلسي، I asked gently. Oh no, he said, this cola is very healthy. It's got space of fruit in it. رقم 5، مين عندنا بقى بتيجي مع of؟ A lot of fruit in it. It's cherry cola. Let me guess, I said, the strawberry sweets are healthy because they're made of space of strawberries. مين بقى في رقم 6 يجي معاها of plenty of كثيرا من. That's right he said. الإجابة A. فكروا يا أولاد وإحنا بنحل. آخر فقرة while بينما على طول الفقرة دي تعتمد على past continuous ماضي مستمر was aware plus verb plus ing وتعتمد على بعد وين يجي باص سيمبل ماضي بسيط، هتركزوا معايا في الاثنين دول بس، يا اما ماضي مستمر يا اما ماضي بسيط بس مش اكتر من كده عشان تبقوا انتوا فهمتوا القطعه بسرعه. وايل بينما اي انا ايه
was walking to school this morning. الإجابة إيه؟ بينما أنا كنت ماشي إلى المدرسة هذا الصباح شفت حادثة. فين شفت؟ I an accident at the traffic lights. فين شفت؟ رأيت. So محدش يختار مضارع يا ولاد لأن احنا بنحكي قصة ماضي. الإجابة بي an old lady سيدة عجوزة the road. فين كانت تعبر الطريق؟ اهي was crossing the road but a young boy ولد شاب on a bike ولد صغير على الدراجة rode into here. اوبا اصطدم بيها. he كان رايح فين هو؟ رقم 4. he was riding كان راكب towards the traffic lights اشارات المرور. when عندما بعد when يا اولاد يجي ما باست سمبل ماضي بسيط. when the lights عندما الانوار عندما الاشارات ايه changed اهي ما اختارش مضارع يا اولاد الحدوته كلها ماضي. changed to red someone شخص ما a doctor يستدعي الدكتور was calling الاثنين دول مضارع اعمل بيهم ايه was calling a doctor while بينما other people ناس اخرين كانوا بيساعدوا were helping people جمع يا اولاد ما ينفعش اقول was يبقى were helping طبعا help ده مضارع انا ماليش في المضارع were helping the lady to get up from the road the young boy was saying sorry كان بيعتذر to the lady when the doctor اهو يا اولاد انا لسه اتفقت معاكم من ثواني بعد وين ياتي ماضي بسيط past simple when the doctor عندما الدكتور ايه arrived ده مضارع وده مضارع ما ينفعش ده present وده present يبقى انا اختار arrived وبكده اولاد يكون احنا ايه انهينا اول جزء في مراجعتنا سؤال فيل ان ذا جاب يا رب يكون افدتكم يا رب نفعل الجرس ونعمل شير لزميلنا عشان الدال على الخير كفاعله يستفيد في المراجعات شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.